السلام عليكم يا أحلى متابعين. بنبدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله. فيلمنا النهاردة فيلم خيالي هو اسمه فيران. ففيران ده شخص طول الوقت كانت الناس حاسة إن روحه محوطاهم وبتحميهم وبتعاقب أي حد يطاول عليهم. وفي يوم كان في 3 أصحاب، هم أسكاري وسيلفي وكاماران، مروحين مع بعض من المدرسة وكانوا بيتكلموا عن الملك فيران. وكاميران ما كانش مقتنع بكرامات فيران اللي بيتكلموا عنها واستهزأ بيه. هما ماشيين صعقوا البرق مرة واحدة ودخل في غيبوبة، فقررت أخته إنها تاخده معاها لسنغافورة. وبعدها بيوم اتصلت بوالدها وقالت له إنها خايفة جدا لأن في حاجة غريبة ظهرت على كاميران. بعد 14 سنة رجع كاميران تاني لوالده، وأول حاجة فكر فيها كانت إنه يتجمع مع أصحابه من تاني. فقابل سكاري وخلاه يوديه لصديقتهم سيلفي، وعملوا لها مفاجأة بوصوله. وأول ما شافته فرحت جدا ورحبت بيه ببيتها، وكان عندها عريس جاي تقدم لها، فسابته وسابت الكل وخرجت مع أصحابها اللي كانت بتعتبرهم إخواتها. لكن الحقيقة إن من وهي صغيرة معجبة بكاميران، وغنوا واحتفلوا كلهم مع بعض. فحكى لهم كاميران اللي حصل له بعد ما سافر وإنه فاق من الغيبوبة وبدأ يتحسن. اكتشف إن إيده بقى فيها قوة كهربائية، ولما ما صدقتهوش بص حواليه وشاف كابل كهرباء عملاق هيوصل الكهرباء لكل البلد. وحس كاميران بحاجة غريبة فبعد ومشي مع أصحابه. وبنعرف إن الشركة المسؤولة عن توصيل الكهرباء بتعمل تجارب على البشر، ومساعد مؤسس المشروع ده عرف نيتهم الحقيقية وهي تدمير المدينة، وراح حذر الناس بس محدش سمع له. وكان كاميران هو كمان حاسس إن في حاجة غلط في الكابل، ولما عرف إن كان في واحد بيتكلم في الموضوع راح بلغ الشرطة وسألهم عن المساعد ده، فأكد له الضابط إن محدش جه. وبمجرد ما كاميران مشي اتصل الضابط بمسؤول الشركة وبلغه بكل حاجة. كان كاميران سامع كلامه فرجع له التاني وحركة صغيرة بإيديه يتحكم فيه وخلاه يسلمه ملف المشروع اللي كان مع المساعد. وكان سكاري مش فاهم ده حصل ازاي، فورى له كاميران الطاقة الكهربائية اللي بتخرج من إيديه وبيتحكم بيها في أي حاجة وبيحفز بيها مخ أي حد ويتحكم فيه. وده اللي عمله وخلى بس الخبير كبير يظهر في كل التلفزيونات وعلى كل القنوات بيتكلم عن مخاطر الكابل، وبعدها فصلت الكهرباء خالص. لكن الجهل بين الناس خلاهم لا يفهموا ولا يهتموا، وكان كل همهم ان التلفزيون يشتغل تاني وخلاص. وبدأ كاميران يدور على طريقة تانية يوقف بيها المشروع قبل ما تحصل كارثة. وكان في مبنى أثري قديم في طريق الكابل، وهو قصر الملك فيران، والمفروض انه هيعدي من تحته. وقال حارس المكان ان لو حد حاول يهد المبنى ده هيقتله. وبص كاميران وجات له فكرة وقال ان فعلا محدش هيقدر يهد المبنى ويلمسه. واخد الحارس وكل الناس اللي بتحب الملك فيران وبتصدق في وجود روحه حواليهم، وراحوا له كلهم على الموظف المسؤول وقالوا له انهم مش موافقين على هدم القصر وترجوه انه ينقذه. فسخر منهم ومن فيران وقال لهم انه هيمضي قرار الهدم قدامهم، وطلع الورق عندهم فيهم ومسك القلم ولسه هيمضي. اتحكم فيه كاميران وخلاه يتكلم عكس الكلام اللي كان بيقوله، وان قصر فيران ليه قيمه كبيره وانه لازم يحترم كل المعتقدات. وفضل يضحك ويهزر مع الكل ورمى ورق هدم القصر في الارض، وطلع ورق ملكيه القصر علشان يمضي للحارس. وكان مفعول التحكم ده بيدوم ثواني، وكل ما يفوق يغير رايه ويتحكم فيه تاني كاميران، لحد ما الناس اصحاب المشروع قالوا عليه مجنون. اما الحارس والناس اللي معاه قالوا ان كل ده بركات فيران نزلت عليهم. وبقى الحارس ماشي يحكي القصه الغريبه دي لكل الناس ويقول ان فيران ساعده وهيفضل واقف جنبهم على طول. اما كاميران فكان قاعد مع اصحابه ولحظه سيلفي ان في جرح ظهر في رقبته، فقال ان ده بسبب استخدامه لموهبة التحكم في العقل، وممكن لو استخدمها كتير يفقد وعيه ويفضل في غيبوبة لحد ما يموت. وقال لهم ان الاهم دلوقتي انهم يضخموا موضوع فيران بين الناس ويخليهم يصدقوا ان فيران زعلان على القصر بتاعه. وفعلا رسموا رسومات على كل البيوت بترمز له، والخوف انتشر بين الناس من فيران. وقال كاميران ان ده وقت نشر قصة عن فيران، وكل واحد فيهم ألف قصة، وكانت قصة كاميران أفضله، واتكلمت عن وجود تمثال لفيران تحت القصر بتاعه، وهو ده التمثال اللي روحه عايشة فيه وبيراقب الناس من هناك، والقصر موجود تحت الأرض ومش باين منه غير القبة بتاعته بس. وبدأوا ينشروا القصة الخرافية دي بين الناس لحد ما الكل صدقها، وجابوا حصان وخلاه يضرب الناس في الشوارع، وقالوا إن حصان فيران، بس سكاري قال لكاميران إن شركة الكابل أكيد مش هتخاف من الحصان ولا هتصدق قصته. فقرر كاميران إنه يخليهم يصدقوا، ولبس لبس ملك قديم واستخبى وعمل شحنات كهربية بإيديه. ولما واحد من الناس قرب من مكانه علشان يشوفه صعق كاميران بالكهرباء اللي في إيده، وبدأ يتحكم في عقل واحد من الموجودين وخلاه يقول لهم إن فيران وإن أي حد هيبيع أرضه لشركة الكابلات هيشوف منه عقاب كبير. وبعد ما فاق الراجل أغمى عليه، وكاميران هو كمان تعب جدا ودخل في غيبوبة، وكان والده شايف إن صاحبه سكاري هو السبب فترجاه يبعد عنه. ولما جه الليل بعتت الشركة جرافات علشان يهدموا القصر، فجري سكاري اترجى والد كاميران إنه يقول له الخبر ده يمكن يكون السبب في إنه يفوق من الغيبوبة. ولما جم يدخلوا الأوضة ما لقوهوش، وكان كاميران فاق وراح لبس هدوم الملك فيران وتحكم في دماغ الحصان وركب عليه، وخرج صعق سواق من الجرافات وظهر بحصانه للباقيين. فقربوا منه علشان يقضوا عليه، لكن بحركة واحدة منه قدر إنه يقضي عليهم كلهم.
واللي كان بيقف منهم تاني كان بيصعقوا وبيضربوا. اتلم عليه مجموعة وكتفوه في الأرض، فتحكم في عقلهم وخلاهم يضربوا بعض، وراح لرئيسهم صعقوا تاني، فجريوا كلهم وهربوا. وكان حارس القصر موجود وشايف كل حاجة وعرف إن فيران، وتاني يوم اتجمع الكل عند قصر الملك فيران وفضلوا يرقصوا له ويغنوا له. والخبر وصل لإدارة الشركة خصوصا للسيد ظروف، وكان الكابل ده بيمر من 26 قرية، وقرية فيران هي الوحيدة اللي منع المشروع. فنزل السيد دروب بنفسه ولقى الناس متجمعين حوالين القصر، وكان ناوي يسخر منهم ويهين المكان، فتحكم كمران فعله وخلاه يغني ويرقص معاهم. واول ما مشي بالعربيه فاق لنفسه ورجع لهم تاني ووقف يشتمهم، فتحكم كمران فيه تاني، والمره دي اترمى في الارض وادالهم شيك بملايين لتجديد القصر، وشالوه رجالته بالعافيه ركبوا العربيه. يا دوب بعد بالعربيه وفاق خلاهم يرجعوه لتالت مره، والناس ما كانوش فاهمين هو رايح جاي عليهم كده ليه. والمره دي اخذ البخور من ايديهم وفضل يرقص وهم يضحكوا ويرقصوا معاه. ولما بعد تاني حس انه اتجنن ورجع لشركته وفضل يكسر فيها، وكان خايف من رد فعل اخوه اللي ما بيرحمش نيار. وجاله واحد من العمال وقال له ان الناس صوروه وهو بيرقص ونزلوا الفيديو على الانترنت، فعرض ظروف الفيديو على دكاتره نفسيين كتير وخبراء في التنويم المغناطيسي، وكلهم اجمعوا انه ما كانش في وعيه، واثبتوا له الكلام ده بانه في نص الفيديو كان استعاد وعيه ورجع تاني، وقال لهم انه وقتها حس برجه وربط الخبر وكل الاحداث اللي حصلت في القريه مع بعضها، واجمعوا انه في شخص بيستخدم الصعقات الكهربائيه وبيسيطر على مخ اللي قدامه. كان كمران متوقع ان سره هيتعرف بعد الفيديو اللي انتشر ده، وراح علشان يتكلم مع سيلفي، فلقى دفتر المدرسه بتاعه وهي صغيره وكانت كاتبه فيه انه فتى احلامها، ولما واجهها بالكلام ده قالت له انه كلام اطفال مش اكتر. ولسه بيتجدد في الكلام ده دخل عليهم سكاري وقال لهم ان حصلت خناقه في مجلس الدوله وواحد الطعن، وقبل حتى ما يقول له السبب دخلت عليهم والده سيلفي وبلغتهم ان الشرطه بتسال عليهم، فخرجوا معاها ولقوا الضابط جاي مخصوص علشان يقبض عليهم، واخدهم في العربيه وكان معاهم معظم القريه وحارس القصر كمان. وشك كمران ان في حاجه غلط وانهم شاكين ان واحد منهم هو اللي عامل نفسه فيران. ولما وصلوا للقسم كان ظروف موجود في القسم في اوضه بيراقب التحقيقات وحاطط مقياس للخوف علشان يكشف بيه الشخص اللي بيتحكم في الكل. ولما رجع اول واحد اتحقق معاه عرف كمران انهم عايزين يكشفوه وما كانش عارف يتصرف ازاي. ولما جه الدور على حارس القصر واتضرب خرج لهم كمران وهو كله غضب، ولما اتضرب بالقلم غضبه زاد وعرف ظروف ان هو ده اللي عامل نفسه فيران، ونادى كمران على الحصان بتاعه فدخل الحصان القسم، ولسه الضابط هيموته بالمسدس بتاعه. كان كمران لبس هدوم فيران وخرج ضربه وكان هيسيطر عليهم، فنادى عليه صاحبه سكاري وقال له ان مفيش داعي والافضل انه يضربه، وفعلا عمل كده كمران وضربهم كلهم وكسر الاسم بيهم. ولما جه الضابط يقتله بمسدسه صعقه بالكهرباء اللي في ايديه وفضل يضربه، ولا ضروف وشه صعقه لحد ما دخل بغيبوبه. طبعا انتقل للمستشفى بس الدكتور ما كانش عارف ان كان هيفوق تاني ولا لا، وقال الضابط المسؤول عن التحيات ان كاميرات المراقبه في القسم كلها متدمره والظابط في غيبوبه والباقيين محدش عايز يحكي حاجه، وكان لازم يتصلوا باخو ظروف ويبلغوه بكل حاجه. وبنرجع تاني الكاميران اللي كان واقف مع واحد من المحبوسين اسمه كيشي بيتكلم معاه عادي، وفجاه اتلخبط في الكلام ويعب لسانه انه فيران، فقال له صاحبه انه كان عارف الحقيقه من وقت ما دخل في اوضه التحيات واختفى وخرج مكانه فيران، وطمن انه مش هيقول لاي حد اي حاجه. وحكى له قصته ان عنده بنت كانت كويسه ومره واحده تعبت وبقت بتمشي على عكاز، واخد على كل المستشفيات وحاول يعالجها بكل الطرق بس للاسف من غير فايده. لكن اول ما ظهر فيران في حياتها هي حست بالامل وبقت تقاوم الالم لحد ما رجعت تاني تمشي، وطلب منه يزورها وهو فيران لان اكيد دي حاجه هتفيدها جدا. طبعا كمران بطيبه قلبه ما تاخرش عليها وراح لها بالليل واستعرض قوه الصعق قدامها علشان تعرف انه فيران، وهواها بكلامه وطلب منها ما تستسلمش لاي مرض، وكشف لها وشه وقال لها انه انسان عادي بس شجاع، واي حد شجاع هيقدر يحقق المستحيل. وهو ماشي افتكر انه شافها في حلمه قبل كده وسابها ورجع لبيته، واتصل بسكاري وقال له ان المشكله ما انتهتش زي ما هم فاكرين لان في شخص تاني غير ظروف. وفعلا وصل اخو ظروف الكبير نيار، وراح زار اخوه في المستشفى وقال ان هو اللي هيعالج اخوه وطلب منهم ينقلوه على المختبر بتاعه، وفعلا عملوا كده. وقال له الضابط انه عامل اجراءات كتيره علشان يقبض على الجاني ومتاكد انه واحد من اهل القريه اللي كان مقبوض عليهم، فكان رده عليه ان كانت اهم حاجه وصى عليها في بدايه المشروع هو اخوه، وضربه بمسدس اسهم نيتروجين، ونادى نيار على المساعد بتاعه وطلب منه يقدم بلاغ باختفاء الضابط، وطلب منه كمان يجمع له كل اهل القريه ويخليهم يقابلوا فيران، وخلي الناس تعمل نفسها جايه تاذي القصر. فظهر لهم كمران وهو لابس لبس فيران، كانوا بيصوروه صوت وصوره، وامرهم نيار انهم يستخدموا جهاز طلع صوت قوي وخلى كمران فقد كل قوته الخارقه، ولا بقى قادر يطلع صعقات كهربائيه ولا بقى قادر انه يتحكم في عقل حد، فهرب بسرعه من المكان قبل ما حد يأذيه، وراح لسكاري وحكى له على كل حاجه. بس لما جه يقرب لقى قوته رجعت له تاني. ومن ناحيه تانيه بعت نيار واحد لصاحب كمران كيشي هو وبنته وساله عن مقابلته لفيران، بس هو انكر انه قابل اي حد. فكان اليوم ده يوم خطوبه سيلفي والكل حضر ما عدا كمران،
ولما سيلفي اتصلت بيه قال لها انه مش هيقدر يشوفها وهي مع حد غيره، فقفلت معاه وقالت له انها مش هتقدر تلغي الخطوبه ابدا. بس بعد شويه بلغت العريس انها مش هتقدر تتجوزه. وفي الوقت ده جه خبر لكامران ان كيشي وبنته في خطر، فجري عليهم. ولما وصل لها البنت لوحدها فاخدها وراح سال الجيران عنه، واكد له جاره اللي تابع نيار انه ما شافهوش من مده كبيره مع انه كان عنده الصبح. واول ما كامران مشي دخل الجار وكان عنده كيشي وفضل يعذبه، وجه نيار ونزله في بانيو وحط عليه ماده من اختراعاته وقال له انه لو ما اعترفش مين هو فيران فهيقتله، ولو كامران هو والبنت رجعوا لهم تاني وضرب كامران كل الموجودين، ولسه هيضرب نيار. كان نيار سبقه وطعنه بسهم من نيتروجين بس ما ماتش، لكن السهم سبب له شلل وخلاه يفقد وعيه، واخده على المختبر بتاعه. وكان ظروفها واول ما شاف كامران وهو فاقد وعيه هجم عليه علشان يقتله، بس نار منعه وطلب منه يروح على القصر يهدمه ويسيبه هو يتصرف مع كامران. وكان دروف عايز ياخده ويقول للقريه كلها انه فيران ويقتله قدامهم، فقال له نيار انه كده هيعمله بطل وطلب منه يسمع كلامه. فمشي دروف وهو بيحذر نيار ان لو ما قتلهوش فهو هيقتلهم كلهم، حتى نيار كامران تحت الصاعقات الكهربيه علشان يقتله. بس جت الناس اللي سلموا كامران علشان ياخدوا مكافئته وضربوا المكان بعربياتهم، فصلوا عنه الكهرباء. وفاق كامران وقام ضرب نيار، بس ما كانش لسه استرد قوته وضربوا نيار وراح واخد مسدسه وجي يضربه. كان كامران سبقه وضربه بحديده في وشه وراح لبس هدوم فيران وجي سيطر على الحصان، وقع وفقد وعيه، بس الحصان فواه واخده وراح عند القصر. وكانت الجرارات لسه هتهدمه، واول ما ضروف شافه افتكر الكلام اللي قاله لاخوه بانهم لازم يقتلوه، وجري اخد جاروف وضربه، وجري عليه الحارس اترجى انه ما يقتلهوش فضرب الحارس، وقال للناس ان الكابل فعلا ممكن ينفجر، لكنهم وافقوا ومضوا على العقد، وخلى رجالته تشيل كامران ويرموه في الزرع ويهدموا القصر. وبمجرد ما الجرار لمس جزء منه اتشرخت الارض ووقع عمود نور على كامران، والكهرباء اللي فيه صحته خلته امن تاني. ووقف ضرب رجال الدروف بكل قوته، فركب دروف عربيته وخبطه، وكل الموجودين فضلوا ينادوا عليه لحد ما وقف تاني. وصعق دروف لحد ما قضى عليه وقام ركب حصانه وقال لهم انهم خلاص مش محتاجين لفيران، وسابهم ومشي. اما الناس اللي قبضوا على كامران وسلموه لنيار فدخلوا له المختبر ودوروا عليه، ولقوا مسدس النيتروجين وسهم منه خرج بالغلط جه في نيار ومات فورا وتحول لسائل. وكده يخلص الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبكم ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بكل جديد بنعمله.